عاجل الآن مفتي مصر يعلق على قرار السيسي، وعاجل مصر تعلق على أنباء انتشار حمى الوادي المتصدع، وقضية خطيرة في مصر ضبط مصنع شهير يغش مياه الشرب، وعاجل الداخلية المصرية تعلق على أنباء الانتحار في سجن العقرب، وعاجل مصر تضع المطلوب رقم واحد على قوائم الإرهاب، وشركة مصرية ناشئة ستتوسع في أوروبا وأمريكا. بننشر لحضراتكم تفاصيل هذا الخبر إلهام. في البداية جمعة مباركة على حضراتكم، صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل 2000 اعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدا في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمه تحيا مصر. عاوزين نوصل اكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدا مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا وعاجل. قضيه خطيره في مصر ضبط مصنع شهير يغش مياه الشرب. تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر من ضبط مصنع شهير لتعبئة مياه طبيعية يقوم بالغش والتدليس وتعبئة الجالونات من المياه العادية العمومية. كشف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبد المنعم خليل تفاصيل الواقعة قائلا: نحن في وزارة التموين نعمل مع الجهات المعنية، ووصلتنا معلومات بوجود مصنع خطوط إنتاجه في وزارة التموين متوقفة، ويتم تعبئة الجالونات فيه 19 و11 و7 لتر من الحنفية مباشرة وعرضها في الأسواق، وقمت بعمل حملة كبرى من الوزارة وتوجهنا إلى المكان في الوقت المناسب، وبالفعل وجدنا أن خطوط الإنتاج متوقفة تماما وعليها أتربة ولا تعمل، ويتم تعبئة العبوات من الحنفية. وأضاف خليل: تم ضبط 2030 جالون مياه وتم التحفظ عليهم، وسحبنا عينات من هذه المياه لبيان مدى صلاحية هذه المياه للاستهلاك الآدمي، وتم عرض الموضوع على النيابة العامة وأصدرت لنا قرار بتحليل المياه. وتابع: هذه القضية تعد قضية غش تجاري كبرى، لأنها تعكس تلاعبا بصحة المواطن المصري عن طريق الغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل من خلال غلق المصنع، لأنه بدون ترخيص والبئر بدون ترخيص وغير مطابق للاشتراطات الصحية. وقبل ذلك عينت هيئة سلامة الغذاء أماكن التخزين، وسيتم غلق المصنع لضمان صحة وأمن المواطن المصري. وحول عدم الإفصاح عن اسم المصنع، قال خليل: لو أعلننا عن الاسم والموضوع ما زال في يد القضاء سيرفع علينا قضية تشهير، لأنه منظور أمام القضاء، والقضية أمن دولة طوارئ، لأن قضايا الغش التجاري أصبحت تندرج تحت بند أمن الدولة طوارئ. وصلتنا معلومات عن طريق شكوى عن المصنع، ونزلنا في وقت عمله مع نهايات اليوم، وتم ضبط ما حدث، مضيفا: نتعامل مع الشكاوى بجدية سواء تليفونيا أو كتابيا أو لو تم إبلاغنا بها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات وزارة التموين. وحول انتشار السلع في الأسواق، أوضح خليل: أرسلنا للمعامل، وبمجرد أن تظهر النتيجة فإن السلعة التي يثبت عدم صلاحيتها يتم إصدار كتاب دوري لمديريات التموين، ويتم جمعها من الأسواق وإصدار منشور رسمي بعدم التعامل مع هذه السلع في مختلف مديريات التموين. مصدر معانا كان من مصراوي والمصري اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. تحية طيبة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على هذه يعني السرعة في التعامل مع البلاغات، ويعني حقيقة ضبط هذا المصنع اللي يعني حضرتك رايح تشتري مياه معدنية من المحل اللي جنب حضرتك، وبعد كده حضرتك تكتشف انها اتملت من الحنفية، لو ممكن يعني تشرب حضرتك من الحنفية افضل انك تروح تشتري مياه. فشكرا لهذا التحرك السريع. ننتقل مع بعض الخبر اخر. وعاجل مصر تعلق على انباء انتشار حمى الوادي المتصدع. كشف المركز الاعلامي المجلس الوزراء المصري حقيقة ما تم نشره من انباء حول انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية
في بعض محافظات مصر. قال المركز أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت تلك الأنباء، مؤكد أنه لا صحة لأنباء انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في أي من محافظات الجمهورية. وأضافت أن مصر خالية تماما من مرض حمى الوادي المتصدع، وأن الوضع الصحي للماشية بكافة محافظات الجمهورية آمن تماما. أكدت توفير كافة التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية ضد أي أمراض قد تؤثر على الماشية، مشيرة إلى أنه تم البدء في تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية في 26 يونيو 2021 للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض، حيث تم إعطاء أكثر من 3.9 مليون جرعة حتى يوم 4 أغسطس الحالي. مصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل الآن. مفتي مصر يعلق على قرار الرئيس السيسي. علق مفتي مصر شوقي علام على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد مدة رئاسته لدار الإفتاء المصرية لمدة عام. وقال مفتي مصر في بيان له: هذا الدعم الكبير من سيادته يمثل حافزا كبيرا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن والعمل على استكمال المسيرة في تجديد الخطاب الإفتائي وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع. أكد مفتي الجمهورية أن القرارات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تدل على مدى عناية سيادته بالمؤسسات الدينية المصرية وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها من أجل ضبط بوصلة الإفتاء ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب. وتابع: نحن على العهد ماضون في استكمال ما بدأناه من نجاح، وعلى أتم الاستعداد لبدء نجاحات جديدة تبرز مكانة مصر الدينية والإفتائية في العالمين، ونعاهد الله أن نظل على هذا العهد ما دام فينا نبض حياة. الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار رقم 339 لسنة 2021، قرر فيه مد خدمة شوقي علام لمدة عام اعتبارا من 12/8/2021، وقد نشر قرار في الجريدة الرسمية للعمل به، كما أصدر قرار بتاريخ 10/8/2021 حمل رقم 338 لسنة 2021 باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة. مصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل: الداخلية المصرية تعلق على أنباء الانتحار في سجن العقرب. أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا ردت فيه على ما تم نشره على فيسبوك حول اضطراب عدد كبير من نزلاء سجن العقرب. الداخلية المصرية قالت إن في ادعاءات حول محاولات انتحار بين النزلاء بسبب التضييق المتواصل ومنع الزيارات. وأضافت: ما تم نشره في هذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا. ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب. وسجن العقرب يقع ضمن مجموعة سجون طرة جنوب القاهرة، ويقبع فيه السجناء من جماعة الإخوان الإرهابية ونشطاء حركة 6 إبريل وغيرهم من الجماعات المتطرفة. مصدر معانا كامل المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل: مصر تضع المطلوب رقم 1 على قوائم الإرهاب. نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية قرارا لمحكمة جنايات القاهرة بإدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات في القضية رقم 3 لسنة 2021. قررت المحكمة أيضا إدراج 56 عضوا بجماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 16 لسنة 2021. وجاء ضمن الإرهابيين في قضية أنصار بيت المقدس القيادي الفلسطيني الهارب أيمن نوفل علي رأس القائمة المطلوب رقم 1 في مصر. وتم القبض على قيادي الحمساوي أيمن نوفل بعد اقتحام الآلاف من مواطني غزة الحدود المصرية في يناير 2008، وتعرض للاعتقال بعد تعرض سيارته للتفتيش في كمين شرطة
وقت عبور الحدود المصرية، وكان السبب يتخلص في وجود اثنين داخل سيارته يحملان السلاح. وانتقل نوفل للحبس في زنزانة انفرادية بها راديو تلفزيون داخل سجن المرج، وجاوره عدد من المحبوسين بسبب تورطهم في قضية خلية حزب الله. وهروب نوفل من السجن في مصر 31 مايو 2011، حيث قال وفقا لجريدة المصري اليوم: بدأت الفكرة عندما سمعت في 29 يناير 2011 عن اتصالات من سجناء في سجن أبو زعبل تقول إن في أشخاص يهاجمون السجن ويطلقون النار، لافتا إلى أنه كان يحرض زملائه المساجين على تكسير الأبواب والزنازيل، إلى أن نجح في ذلك الأمر بينما حاولت أبراج الحراسة قنص المساجين الهاربين. قررت المحكمة في مصر مخاطبة الانتربول الدولي للقبض على سامي شهاب القيادي بحزب الله وقياديين في حركة حماس محمد الهادي وأيمن نوفل ورمزي موافي الذين هربوا من السجون في فترة الانفلات الأمني في مصر في ثورة يناير 2011. مصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وشركة مصرية ناشئة ستتوسع في أوروبا وأمريكا. قال يوسف سالم المدير المالي لشركة سويفل المصرية المتخصصة في خدمات النقل الجماعي التشاركي إن شركته ستوسع خدماتها قبل نهاية العام الحالي إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية. كذلك أشار إلى أنه في العام المقبل ستتوسع الشركة إلى جنوب شرق آسيا، كما تخطط لدخول أنشطة جديدة والتحول إلى الربحية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف سالم 28 سنة أن شركته التي من المنتظر أن تقيد أسهمها ببورصة ناسداك قبل نهاية العام تدرس القيد المزدوج في بورصة مصر أو قيدا منفصلا لوحدتها بمصر في 2022 و2023. وقال سالم إن سويفل ستتوسع في أنشطة واستثمارات جديدة ترتبط بخدماتها الرئيسية خلال 23، من بينها الأنشطة اللوجستية والإعلانات بجانب الخدمات المالية، وإنها تستهدف التحول للربحية في 2024 بتحقيق نحو 13 مليون دولار بعد الاستثمارات والنفقات التشغيلية وأكثر من 170 مليون دولار في 2025. وعن الدول الجديدة التي ستعمل فيها الشركة قال سالم: نعمل في 10 مدن في 6 دول حاليا، ونستهدف زيادتها إلى 30 مدينة في 20 دولة بحلول 25. سنتوسع قبل نهاية العام في غرب أو جنوب أوروبا وفي البرازيل والمكسيك بأمريكا اللاتينية، وفي 2022 بجنوب شرق آسيا في الفلبين والماليزيا وإندونيسيا. وتأسست سويفل التي تتخذ من القاهرة مقرا لعملياتها ومن دبي مقرا إداريا وماليا في إبريل 2017، وهي خدمة للنقل الجماعي بالحافلات يمكن فيها للركاب الحجز وسداد الأجرة عبر تطبيق الشركة على الهاتف المحمول. تعمل سويفل حاليا في 10 مدن بدول مصر، سعودية، كينيا، باكستان، الإمارات والأردن. مصدر معنا كامل رويترز. نتمنى إن شاء الله النجاح لهذه الشركة الناشئة ونجاح للمهندس يوسف سالم على هذه الشركة بإذن الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو قريب وجديد. كده خلصنا نشرة الأخبار الصغيرة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.